لو تعثرت دابة في الصين سيدفع العالم كله الثمن، ما بالك لو علمت أن الصين تتعرض لموجة حر هي الأشد خطورة في تاريخ العالم. صحيح أن موجة الحر العنيفة ضربت العالم كله، ولكن الوضع في الصين أكثر تعقيداً، فقد تزامنت درجات الحرارة المرتفعة مع انخفاض في هطول الأمطار، ما تسبب بموجة جفاف هي الأسوأ على الإطلاق منذ أكثر من 60 عاماً. وبحسب بيانات رسمية، طال الجفاف نحو نصف أراضي الصين الشاسعة بدرجات متفاوتة، وجفت عشرات الأنهار بشكل كامل، حتى نهر اليانغتسي أكبر أنهار الصين فقد وصل أدنى مستوى مياه في تاريخه، كما انحسر منسوب المياه في بحيرة بويانغ أكبر البحيرات العذبة في الصين بمعدل يناهز 75%، وأدى كل ذلك إلى انقطاع المياه عن بعض المناطق بشكل كلي ووقف توليد الطاقة الكهربائية. بحسب تقرير نشر في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، فإن الصين أصبحت على شفا كارثة مائية ستشمل تداعياتها العالم برمته، فأزمة المياه لن يقتصر تأثيرها على إنتاج الحبوب والكهرباء في تلك الدولة، بل ربما تؤدي أيضاً إلى نقص عالمي في المواد الغذائية والصناعية على نطاق أكبر بكثير من تلك التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. الصين تملك احتياطات كبيرة من الحبوب وصلت لنصف مخزون العالم من الغذاء بحسب بعض الإحصائيات، ولمدة 10 سنوات كاملة استوردت الصين سلعاً هي في الأساس بين أكبر منتجيها في العالم، وبالتالي خلال الأزمة الحالية كل ما ستحتاج إليه هو السحب من مخازنها مؤقتاً حتى تعبر الأزمة وتعيد مجدداً تعويض المخزون الذي فقدته. من شأن كل ذلك بحسب التقرير أن يرفع أسعار المواد الغذائية في البلدان ذات الدخل المرتفع، ويجعل المواد الغذائية الرئيسية غير متاحة اقتصادياً لمئات الملايين من الناس في البلدان الفقيرة. ونظراً للأهمية البالغة التي تتمتع بها الصين في الاقتصاد العالمي، حيث أنها حالياً أكبر مساهم في النمو العالمي وأكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة، فإن أي اختلال محتمل ناجم عن أزمة المياه هذه سوف يتردد صداه سريعاً في أسواق المواد الغذائية والطاقة والمواد الأخرى في جميع أنحاء العالم، وسوف يتسبب في اضطرابات اقتصادية وسياسية تستمر سنوات قادمة. تتجاوز مشاكل المياه في الصين أيضاً حدود قطاعها الزراعي لتشمل قطاع الطاقة الذي يعد الأكبر في العالم، حيث لا يزال 90% من إمدادات الكهرباء في البلاد بحاجة إلى موارد مائية كبيرة، وبالتالي فإن عجز الكهرباء سيدفع إلى تعطل العديد من المصانع هناك، وبما أن العالم كله مربوط بشبكة يمتد أصلها إلى الصين في الغالب، بالتالي ستبدأ الأزمات تضرب سلاسل التوريد، ستستغرق وقتاً كبيراً أيضاً لحين إصلاحها حتى لو الأزمة نفسها انتهت في الصين، ستتواصل لبعض الوقت في باقي العالم حتى تعاود السلسلة الانتظام، وبطول هذا الوقت وبما أن دول الشرق الأوسط كلها تقريباً تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، فالأسعار هنا يتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ. مر العالم على مدار سنواته الماضية بأزمات متتالية تركت آثارها على الأسواق العالمية، ولكن يبدو أن ما يجري في الصين سيكون الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي في القريب العاجل.